أسست السويسرية إيفلين بوريي أول مدرسة لتعليم صناعة الخزف في قرية تونس بمحافظة الفيوم. شجعت هذه المدرسة الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية، كما قدمت لهم فرصة لتحسين مستواهم التعليمي والمهني. احنا هنا في مدرسة الفيوم للفخار، وهي المدرسة اللي أسستها الفنانة السويسرية إيفلين بوريي، وهي كانت خزافة استقرت بشكل دائم في قرية تونس في الفيوم من سبعينات القرن الماضي، وقررت ان هي تعلم اطفال القرية حرفة الخزف. ابتدت المشروع ده او ابتدت الحركة او المبادرة دي في ثمانينات القرن الماضي، في أواخر ثمانينات القرن الماضي سنة 1988 تم تأسيس المدرسة، ابتدت إن هي تستقبل أطفال القرية لتعلمهم حرفة الخزف في قرية تونس. الفخار أو الخزف اللي بيتعمل هنا هو بيتعمل من خلال طينة اسمها الطينة الأسواني، والطينة الأسواني دي بتتمزج بنوعين مختلفين من الطين، اسمه طين بوركلي وطين كاولين، وبيتعمل بيتم تشكيل الفخار على الدولاب او عجله الفخراني او الدولاب الفخار، وبعد كده بيتم الرسم عليه واضافه الالوان واضافه ماده الجليز او ماده اللي هي بتدي لمعان للفخار، وبعد كده بيتم حرقه في الافران المعده لحرق الخزف في المدرسه هنا. المدرسة طلعت أجيال من الخزافين، حوالي 3 أجيال، وقرية تونس تعتبر واحدة من القرى المشهورة في مصر كلها لحرفة الفخار. الفخار اللي بيتعمل هنا بيتباع أغلبه للسياح اللي بيزوروا القرية، وكمان بيتباع في القاهرة، وكمان بيتم تصديره لبرا مصر في أوروبا وفي أمريكا. المدرسة تعتبر أو المدرسة الفخار تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية اللي حصلت في القرية، واللي خلت قرية تونس واحدة من أهم المقاصد السياحية في الفيوم، مش بس الفيوم كمان في مصر، تعتبر واحدة من القرى السياحية اللي بيتم زيارتها في فصل الشتاء في محافظة الفيوم. فده تم يعني حرفة الفخار انعكست بشكل كبير جدا على ان القرية تعتبر او تخلي القرية وتجعل القرية واحدة من أهم المقاصد السياحية في الفيوم.